السيدة أو الرجل بيكونوا بطريقة أجمل، خاصة لما بيكونوا مع صراع دائم مع العمر والتقدم بالسن والأشياء اللي قد تطرأ على الجلد وعلى جمال الوجه وليونة البشرة بحد ذاتها. طبعا الطبيب الاختصاصي في أمراض وجراحة الجلد دكتور داني توما رح يكون ضيفتنا حتى يجاوب على أسئلة كثيرة براسنا وبراسكم ضمن أجمل. دكتور توما اهلا وسهلا فيك بضيافتنا. يعني دائما بنحكي عن التطور الحاصل بالجراحه التجميليه، صار فينا نقول انه علامات التقدم بالسن قدرة المراه تغيرهم بنسبه كبيره وتتخطاهم بنسبه كثير مهمه، خاصه اذا بلشت بكير. بس قبل ما نحكي عن المراه يا ريت نقول المراه والرجل، لانه المرأة الرجل كمان بيطلع صحيح. بالمرايه بيهمه كمان يحسن حاله، وكثير اوقات بالانترفيوهات بنحكي على المراه وبننسى الرجل، بصير الرجل حاسس حاله غلط اذا عمل. هو بس ناسي حاله، ما بعرف بياخذ حقه بايده. مظبوط، بس بحس حاله غلط وبتاخذ معه شويه وقت. بالعكس الرجال كثير بهمه، خاصه يعني وقت بيطلع لحاله بمرايه بشعره بالتجاعيد اللي بوجهه، بحس حاله انه تعبان، انه والله انا عملت كل هالاشياء ونجحت واسست عائله وهالامور، وبتطلع بوجهي بلاقي انه هالوجه منه مناسب مع النفسيه اللي عندي اياها. كثير ناس بيحبوا يحكوا تحط الرجل هالمرحله دكتور، يعني بمعنى انه عاده هيدا الشيء للمراه صار حتى بنظر النساء بينظروا له بنظره مختلفه، وحتى الرجال للرجال كمان بنظره مختلفه. قدرنا بوقتنا الحالي نتخطى هذا الامر، يصير بشكل طبيعي انه رجل رايح اعمل انا شيء لظبط شكلي ظبط وجهي؟ عم يتغير الامر، في كثير رجال بالنسبه لهم صار الامر كثير طبيعي، بيروحوا عند حكيمهم بيعملوا تقشير لجلدي، اما يمكن زراعه شعر بطوك. او ابره بوتوكس او ابره فيلر، خاصة مع هالتقدمات اللي عم نشوفها بهالثورة التجميلية للجلد، بطل الإنسان ناطر بس ليشد الجلد، يعمل عملية جراحية كبيرة للآخر. صرنا عم نبلش بالأول، طالما عم نبلش بالأول والشغل عم يكون مظبوط وطبيعي، من آخر الرجال عم يتشجع لأنه يحس حاله بعده شكله هو ذاته ما عم بيغير. ومن آخر المرحلة الصعبة اللي هي الجراحة، بكثير حالات مش بس عم بيأخرها، عم يلغيها بالآخر. يعني ما في شك انه من هلا لشي 10 سنين يمكن جراحة الشد تبع الوجه تكون صارت ان شاء الله. شغلة طيب دكتور، في شغلة انت قلتها بس بالجملة انه قد بهالثورة وصارت كثيرة، وكيف ما برمنا بنلاقي حتى مش اختصاصه تسميه اللي عم بيكون فيه كأنه اختصاص ثاني، او لأنه هو يمكن اوتورين وصار بيقدر يعمل تجميل الأنف. صرنا بمطرح انه عن جد ضايعين، وكمان الاعلان عم بيضيع اكثر واكثر. هل في من مثلا مؤسسه معينه لتنظيم العمل التجميلي بلبنان، شيء على صعيد جمعيه لبنانيه وطنيه؟ في مثل ما قلت في صار في فوضى، يعني صار في ثوره تجميليه، صار في كثير اشياء عم نقدر نعملها كاختصاصيين لتحسين الجلد ونرجع الشباب للناس. مع هالثوره صار في فوضى اون باراليل، يعني من جوات الاختصاصات الطبيه صار في اطباء بيعملوا اشياء يمكن ما تمرنوا لها، بس بعدها مقبوله لانه الطبيب بعده بيعرف يعالج وبيتعلم الاشياء الاساسيه، ممكن يتعلم الاشياء شوي المتقدمه، مع العلم انه طبعا يلي دارس اختصاص ثلاثه او خمسه او سبع سنين بهال المجال ممكن اي طبيب تاني يقدر يكون مثله او احسن منه. بس مش هون الخطوره هي عند غير الاطباء. الناس يلي اختصاصيين تجميل او غيره يلي صاروا عم يعملوا اعمال طبيه، حتى في ناس ولا حتى عندهم ديجري استيتيسيان، مع ست باسم معين انه والله شاطره ايدها خفيفه تعمل، هذا شيء ممنوع، هذا شيء خطر، هذا شيء بياثر على سلامه الناس، وللاسف انه عم يمتد اكثر واكثر. البوتوكس شغله صارت عامه اذا بدنا نقول، قد ما العلاج ناجح وقد ما هو امن، بس ينعمل بشكل مظبوط ويكون العلاج هو الدواء الاصلي والحكيم متخصص وعارف شو عم يعمل اكزاكتلي. بس وقت بيصير البروجي منه الاصلي، بروجي من بلاد مشبوهه، شخص غير اختصاصي غير طبيب، هون بيشكل خطوره على الشخص. الفيلر يعني مواد التعبئه عم نشوف مشاكل كثير مهمه، انواع رديئه
تعمل مشاكل مش بوقتها بعد مش سنه سنتين اوقات 10 سنين والناس يصير عندهم تشويه بوجههم والناس بتكون رايحه تتجمل بتصير مشوهه ومشوهه للابد لانه يعني. لو فينا وما فيك ترجع لورا سو يعني الناس لازم كثير منتبهه لازم تنتبه لازم تكون كثير واعيه انه تروح عند الطبيب الاختصاصي يلي عنده خبره يلي عنده شهادات معروفه يلي عنده سيت معروف حتى تتعالج لانه المشاكل اذا صارت ممكن كثير تكون كثير صعبه للتعالج اذا قدرنا نعالج. طيب دكتور في كمان اشياء كومن او شائعه عم نسمعها بين الناس حتى من بعض الاسماء المشهوره بيعملوا عمليات معينه ما بتكون ناجحه لبل بيضطر المريض يرجع يلجا لحكيم اخر لحتى يصلح له الوضع، يعني بيقولوا اذا بدك العباره المستخدمه الحكيم شانس او نصيب، مهما كانت شهرته مش بالضروري شهرته تخدم هذا المريض. منه سحر ووقت ما نروح نتعلم طب عام 7 سنين وبعدين اختصاص 6 أو 7 سنين أو ببعض الحالات أكثر حتى نتعلم الأمور تنعمل صح ونعرف كيف نتفادى المشاكل وإذا صارت هالمشاكل نعالجها، بس ما معناتها أنه كل مريض مثل الثاني وهالعملية بتطبق على هالشخص شانسه منيح أو شانسه عاطي، في مشاكل ممكن تصير بإيدين أحسن الأطباء وفي كلمه بنقولها يعني معروفه انه الطبيب يلي ما بيصير معه مشاكل هي طبيب ما عم يشتغل اصلا يعني ما بيتعلم الا ما يكون في فاكتور تشانس انه ممكن يصير تفاعل عده اشياء مع بعضها تعمل كومبليكيشن وفي الطبيب يلي ما عنده خبره يمكن اما عم يعمل شغله بعده عم يتعلمها ممكن يصير معه مشاكل إن ما بتصير عن طبيب تاني عنده الخبره وفي اوقات المريض بيكون عنده حاله معينه بتحفز انه يصير عنده تفاعل ما بتصير عند غيره، في اوقات المريض ما بيلحق التعليمات يلي ممكن تنعطى، في كثير اشياء ممكن تصير وفي ديزاكسيدون وفي اكسيدنت كثير يعني بمكنه جديده طالعه جديده بتتبعي كل التعليمات تبعيتها بيطلع انه بيحترق فيها شيء او بتعمل شيء غلطه او الشركه هي نزلتها على السوق بعد ما عملت يعني كل الدراسات اللازمه ممكن تصير المشكله مع شخص بايد احسن حكيم. هلا نحن اليوم رح نحكي يعني اعطينا عنوان فيس اوف وتحت الهواء وقتها قلت لك يعني الواحد ممكن يغير كل جلدته يعني بنعرف نحن في طرق كثيره كيماويه واكيد تحت اشراف طبي انه الواحد بيقدر يقشر هالجلده ياخذ جلده ثاني انظف واثبات وما فيها كثير تجاعيد والعنوان الاكبر انه احنا عم نحارب اذا بدك هالعمر حتى ما يبين اكثر تنكون في عنا سيلف استيم نقدر نضلنا مستمرين بالعطاءات بالحياه طبعا. شو اكثر هلا اختراع او اخر اختراع؟ في كثير اختراعات جديده رح نحكي عنهم، في تغييرات لعلاجات موجوده مثل البوتوكس اليوم مثل الفيلرز صار فينا نستعملهم لاشياء ما الناس ما بتفكر فيهم مثل مثلا في ناس عندهم وجه بيكون عريض او مبروم او كاريه اليوم صار فينا نعمل بوتوكس بشكل معين مثلا باسفل ال البوميت مش البوميت الخدود نعم ونقدر نعطي اوفال للوجه هيدي شغله جديده يعني او هيدا بوصله البوتوكس هيدي بالبوتوكس لانه شو بيكون المشكله بيكون اما هن بيعضوا على اسنانهم كل الليل اما طبيعتهم هالخدود فيهم عضل كثير كبير اذا خففنا من قوه هالعضل بيصير الوجه اوفال اكثر وهي شغله كثير كثير حلوه يعني بتغير معالم الوجه بشكل هو حلو هدف لذيذ. البوتوكس يعني شو بيقولوا تعطيل او شل العضل هو البوتوكس بيعطل شغل العضل مطرح ما العضل متشنج اذا هون او هون اما بالرقبه هول كلهم فينا نريحهم بالبوتوكس بس هون عاده الحنك ممكن يكون الفريم تبع الوجه بعظم يعني هي ساعتها ما بيتدخل ممكن يكون العظم او ممكن يكون العضل او اوقات اثنين طبعا لذلك لازم الحكيم يكون عارف شو عم يعمل يكون عارف الاناتومي تبع الوجه يكون عارف في اكس راي بتنعمل ما ضروري الاكس راي بالفحص قدام المريض فينا نعرف دكتور ببدايه الحديث قلت يمكن من هون لشي 10 سنين نوصل لوقت تختفي الجراحه التجميليه بدي اسال باي ستبس يعني باي مرحله معقول نوصل لوقت مفهوم جديد مش جديد مفهوم مع تقدم الطب عم يتقدم المفهوم ل تاثير العمر على الوجه صرنا نعرف انه مش بس من زمان بنعرف انه مش بس هالجلد يلي عم تترهل في العضل في الفوليوم اول شيء في البشره عم تتاثر من الشمس من بقع من تجاعيد صغيره من شرايين هو اللي بنقشرهم هون القشر مهم اذا قشر كيميائي او قشر على الليزر عاده القشر على الليزر اهم لانه امن
كنترولد اكثر، يعني فينا ناخذ نتيجه متساويه وين ما كان. اوكي. وبنفس الوقت بيشد الجلد. داكو. مواد كيميائيه اوقات في ناس تعمل الرجي عليها او فيه يكون مش متناسق الريزلت، بس بايد حكيم متخصص المواد الكيميائيه فيها تعمل نتائج. طيب هيدا دور الكولاجين ثاني. الكولاجين لفتره كثير طويله ما كان في شيء ينعمل له، اليوم في عندنا اجهزه من الراديو فريكونسي شوي الالترا ساوند، بس الراديو فريكونسي اهم شيء تيشد تيشد الكولاجين بلا ما نسمي. لا ما عم بحكي على لا اي ماتريكس بيعمل بيقشر اكثر ما هو بيشد، بس فيه يشد بنفس الوقت. اوكي. بس بدون ما نحكي باسامي لا مكاني. انا سؤال لانه هيدا الراديو فريكونسي بيشد الكولاجين بيخلي هالجلده تشد على بعضها. هلا بعد شوي رح نشوف صور. بس هيدي من الاشياء الاهم يلي بدها تاخر عمليه شد الوجه، لانه صرنا اذا عم نبلش على بكير عم نقدر نعمل علاجات اي عمر ابتدائيه يعني. حتى بالثلاثينات اوقات باغلب الاوقات على الاربعينات والخمسينات، وحتى في ستات ورجال بالستينات بيقدروا ياخذوا نتيجه من هالعلاجات اذا انعملت. طيب الفوليوم شو اذا بنشوف هلا على الصور رح نشوفهم، بس انه الفوليوم دكتور قلت الجلده بنعملها الفوليوم وصلنا قلنا بنقشر الجلدي الكولاجين بنشده. هون بنشوف مثلا الفريكونسي، شوف الراديو فريكونسي شو في يعمل تحت العين. هيدي المنطقة حدا يزح لنا المونيتور تنشوف نحن والدكتور سوا. أوكي. تحت العين كثير ناس بيشدوا بيعملوا عملية ليشدوا. طبعا عم نقدر طالع لايف؟ اي نعم نحن لايف. نعم دكتور. طبعا بحالات كثير مترهلة الشد الجفن التحتاني كثير مهم وما له بديل. أوكي. بس نعرف كمان انه كثير حالات وقت الشد الجفن التحتاني عم ينشد جراحيا عم بيكون في فتحه للعين وعم يتغير نظره الانسان. لذلك شو فينا نعمل ونأجل منيح؟ اليوم في الراديو فريكونسي بتنعمل على مراحل، اوقات مرحله واحده ممكن تشد الجلده تحت العين بشكل كثير منيح وكافي لاغلب الناس، خاصه اذا بلشوا بكير. Without any side effects دكتور. Without any side effects اذا معموله بشكل اللازم. يعني هالجهاز المشكله كمان في شركات بتروج هالاجهزه للحكمه وبعدين بتروح بتروجهم لغير الاختصاصيين. أوكي. وهون ممكن يصير مشكله. طيب وحتى بايد الطبيب اوقات ممكن تصير مشكله، بس طبعا نسبه المشكله كثير كثير اقل والمشكله بتكون كثير اقل اذا صارت عن طبيب من انه اذا صارت عن دكتور. في شغله انه كل مكنه بتطلع يعني بنعرف نحن دغري دغري بيطلع شيء يا ينصفى يا مطور اكثر منا، فصرنا نحن عن جد حتى كمان از بيشنت اذا بدك او كليانتيل انه طيب شو بيضمن ما بيجي شيء افضل منا بعدين او على طول بده يطلع شيء احسن منا، مثل الكمبيوتر اليوم بتشتري اليوم بيكون طلع اجد منه. والمكنات على طول في اشياء جديده، مش كل شيء جديد منيح. في اوقات بتطلع مكنه جديده وبيعملوا لها رهجه كثير كبيره وبتتروج او ما بتناسب بيطلع بعدين انه او ما مناسبه الجلد اللوكل مثلا مكنه مثل الروبي للشعر ما نسب الجلد العربية او الخليجية صار في حلقات فيه. صرنا اليوم بنعمل الكسندرايت ودايود للشعر. في مكانات بتطلع بتكون منا امنة، لذلك كتير مهم انه يكون في ابروفل تبع الاف دي اي اللي هي المرجع الاساسي بامريكا. طبعا مش كل المكانات امريكانيه وقادره تاخذ ابروفل الاف دي اي، بس اذا في ابروفل الاف دي اي معناتها بالقليله هيدي مكنه امريكانيه في عليها ستامب. نوع كثير مهم من الفعاليه والسلامه، لانه بدنا فعاليه بالاول نت ما تكب مصريتها على الفاضي، وثاني شيء يكون في امان فيها وما ما يصير في مشاكل. والعامل الثاني هو اختصاص، يعني الحكيم الاختصاصي رح يعرف اي مكنه جديده منيحه واي مكنه جديده منها كثير منيحه ويتجاهلها وما ما ما يسال عنها. صح. فركونت حدا منه اختصاصي بيجوا بيقولوا له بتعرف هالمكنه بعدها طالعه جديده بدها تعمل لك هيك هيك هيك، تفضل شوف البروشور الصور قبل وبعد بتكون صور، اما ما عمل لها فوتوشوب او ما بلا ما نتهم حدا، بس يعني الخبره كثير مهمه والاختصاص ضروري. صحيح صحيح التوعيه كثير مهمه. هون بنرجع بنشوف كمان هالراديو فريكونسي شو فيها تعمل وقت نعملها للوجه ولا تحت العين، فينا نشد بشكل كثير مهم. هيدا عم نحكي على ليزر ولا عم نحكي على انرجي؟ علاج خارجي بيحمل كولاجين، كولاجين اذا سخنناه بيشد على بعضه بيرجع بجدد حاله، سو الجلده بترجع بتشد بتشد حاله. بتشد هي كم جلسه بدهم عليها دكتور؟ حسب بالمكنه. في مكانات بتنعمل بجلسه او جلستين، في مكانات بدها اربع او ست جلسات. طبعا نسبه للوجه ففينا نشد مناطق الرقبه، عم نشوفهم هون بنشوف كيف الاوفال تبع الوجه رجع هول صيفا شتاء ولا افضل ينعمل؟ هول صيفا شتاء لانه نحن ما عم نقشر الجلده. اوكي. الناس فيهم يرجعوا يطلعوا بالشمس بدون اي مشكله. هلا طبعا الكومبينيشن تريتمنت كثير مهمه، الرقبه مثلا اليوم كثير فينا نحسنها،
اذا العضل تعبان، اذا العضل كثير متشنش، يعني اذا بتطلعوا فيه هيدا العضل كثير قوي عندي، اذا على طول بستعملوا هالعضل بصير دالق الوجه لقدام ولتحت. اذا بنعمل بوتوكس بهالعضل بطريقه كثير دقيقه، لانه هون نحن قراب على عضلات البلع، على 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 الاوتار الصوتيه وهالامور، لذلك الاختصاص مهم. فينا اذا حسنا وضع العضل نرجع منشد الرقبه طلوع، هيدا بنسميه نفرتيتي ليفت. اذا بنعمل معه كمان الراديو فريكونسي بنكون كمان عم نحسن، يعني مثل ما كنا عم نحكي قبل بدنا نعالج البشره، بدنا نعالج الكولاجين اليوم بالراديو فريكونسي. سالتيني على الفوليوم، مع الوقت عم نخسر الدهون يلي بالوجه. وحتى في ناس حتى لو بينصحوا غير محل بتلاقي طبيعتهم هن وجههم عم يضعف، لذلك مهم نرجع نريد نرجع نشوف الصوره تبعيت الدقن، بس نرجع نشوفها لانه بدي اسالك عن شغله كمان بيعانوا منها النساء، هي هيدي الدنجوره اللي بتصير بس يقصف هيدي الدنجوره. كثير اوقات ترهل، يعني فضاوه الوجه وقت بتنزل بتجمع هون، لازم نرجع نملي هون لنرجع. في منهم بيملوا فلس، منهم بحطوا ما بعرف برودكت بيتخيلوا على المنطقه، وبالتملايه بنقول لس از مور، يعني القليل احسن من الكثير. اذا واحد عم بيملي كثير صار الوجه منفوخ، صار العيون انجا مبينين، صار بيطلع دفء. بعض الفات مرغوب ولا لا؟ الفات مرغوب، الفات مرغوب بالحالات اللي بتعوز كثير فيلر، والا اسهل شيء نعمل هايلورونيك اسيد، اما الهيدروكسيل ابيتايت، هول البرودكت اللي ما بيعملوا الرجي، ما بيعملوا الرجي بشكل سوبر نادر. يعني في كثير اشياء قديمه صارت معروفه انه المواد الدائمه فيها تعمل الرجي حتى بعد سنوات عديده وبنتفاداها. طيب الكومبينيشن اذا معمول قبل شيء ونحط هلا اسيد هيالورونيك، طالما برودكت من نوع الاسيد هيالورونيك، اما الهيدروكسيل ابيتايت هول ما فيهم اي مشكله. او فات ينحطوا مع بعضهم، وفي اوقات بنفس الجلسه ممكن نعمل. خلينا نجرب الصور بشكل هلا هون مثلا هيدي الست عملت لها الراديو فريكونسي والانجكشن، بنلاقي كيف قد ايه تحسن. دوب المونتون راح، دوب المونتون تحسن كثير، بشرتها تحسنت. اذا بنشوف الكيس يلي بعده، الصورة اللي بعدها اوكي. هون كمان نقطة ثانية بالفيلرز، طبعا كل الناس بتعرف انه الفيلرز بينحطوا حول الفم، بالفم اوقات اذا الشفايف رقاق، بكرسي الخد تنعطي بومات، هلا عم نحط شوي بالتمبلز هون فوق العين لانه مطرح ما بيخفص العظم، كمان حلو نرجع نمليه هيدا. بس منطقه كثير مهمه، وزملائنا يلي بيشتغلوا الاي ان تي والماكسيلو فيشل سيرجنز بيعرفوا على طول انه الدقن كثير مهم للوجه. صحيح. الدقن اذا كثير صغير ببين منخار كبير. ممكن تكبر الدقن؟ في تراديشنلي الدقن بينحط له تشين امبلانت. اوكي، بينحط امبلانت بيكون من نوع سيليكون اما غورتكس. هلا مع التقدم بنوعيات الفيلر صار فينا نحسن الدقن بالفيلر، يوم نحقنه بشكل مثل ما عم نشوف هون، بياخذ دقيقه وبنشوف قد ايه بيتحسن شكل الوجه. يعني مثل هيدي الست على الشمال بتبين هيك في شيء ناقص، في خدود ظاهرين كثير ومنخار اطول. ليش؟ لانه دقنه صغير، ما كل شيء نسب بالحياه. هلا دكتور الدقن لما كبر غير هذا لانه الستين هذا شد الدقن، يعني اخذ وقت الدقن صغير مثل كانه انت لبستي فستان اكبر منك بقياسين، الجلده صارت كثيره، دونك بتصير بتجمع هون وبتجمع تحت الرقبه. متى ما بنجيب الدقن للنيفو اللي لازم يكون عليه اللي هو على مستوى الشفه الفوقانيه، الدقن كلها بتتحسن، الوجه كله بيتحلى، وحتى المنخار بيبين اصغر. اذا بنشوف هون بنشوف بعد كيس ثاني اذا ممكن، كمان هون الست عامله فيس ليفت لدرجه انه عملت فيس ليفت لانه كان في شيء زعجها، وبنشوف هون بس تصليح الدقن بالفيلر كيف اثر عليها، كانه انعمل لها ليبو، كانه انعمل لها فيس ليفت. يعني اتس مور اتس كوركشن، وهذا الحلو انه وقت الطبيب الاختصاصي بيكون عم بيصلح المشاكل الموجوده، الكيوميليشن تبعيتهم هي بتعطي الريزلت الناتشرال. الناس بتحب الريزلت الناتشرال، ما بدها شيء يبين فيك، كل شيء تكثر منه بيعطي اوفر بيطلع خلاص. قد ايه هيدا بداين دكتور؟ ولا حسب نوعيه الفيلر، في انواع فيلر 9 اشهر للسنه ونص، ما في شيء هلا اليوم من المواد الامنه يلي بتضاين اكثر من سنه ونص. حتى لو يلي بده اكثر من سنه ونص بيعمل تعتل التشن امبلانت. لا بس انه المكان ما له علاقه بذوبان السبستنس في بلا بهالمنطقه بيضاين اكثر من غير محلات. تحت العين مثلا الفيلر اذا عمل بشكل مضبوط كثير اوقات عم يضاين فوق السنتين. هون انذر كيس كمان بنشوف قد ايش بيغير الوجه بس نصلح. بس عندنا بريك لانه في وقفه اعلاميه وبنرجع نستكمل حديثنا مع دكتور داني توما.
اصبح للقاهرة اليوم صفحة على الفيسبوك. كل اراء حضراتكم هنستناها على الصفحة دي، كل اخبار القاهرة اليوم هتبقى موجودة على الصفحة دي، وهي صفحة مفيدة، وهي الصفحة الوحيدة الصفحة الرسمية للقاهرة اليوم على الفيسبوك. القاهرة اليوم يوميا 10:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. العالم العربي اليوم على إيقاع ثورة الشباب والتبليغ، طبعا الحديث عن الأحزاب قبل الثورة هيبقى مختلف سواء الحديث عن الأحزاب بعد الثورة، على إيقاع المتغيرات المتسارعة. برنامج على الهواء يعود إليكم على الهواء مع جمال عناية. عارف زي ما بيقولوا إيش خيالي أنا؟ طبعا والله ولا في الأحلام. يتوقف الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي لا ينتهي ولا يتوقف. هل كل اللي كانوا في الحزب الوطني كلهم فاسدون؟ نخبة من المختصين والعارفين بشؤون الساعة. الأحداث تبدو متلاحقة. مباشرة على الهواء من السبت إلى الأربعاء 8:00 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. هم نجوم تألقوا أبدعوا وتربعوا على عرش النجومية. هم نجوم شهر مايو. نبيل عبيد، حسين فهمي، إلهام شاهين، يحيى الفخراني، يسرى، محمود عبد العزيز، علاء ولي الدين، هاني سلامة، منى شلبي، محمد فؤاد. حب ده شيء جميل. الحب ده شيء متعب وسخيف. بالظبط كده. الدراجل اتجننت. سينما واحد تعرض كل ثلاثاء وخميس 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية مجموعة من الأفلام الوثائقية عن السيرة الذاتية لأشهر نجوم السينما العربية. بمبدعين ساقوا إلى الكمال. الحب مش أول ولا آخر. الحب حبه. بمحترفين تركوا أعمالا تشرف كل الأجيال. أحب أستفيد من كل لحظة في حياتي. في سيرة ذاتية تختصر مسيرتهم الفنية يوميا خلال شهر مايو 11:00 مساء بتوقيت السعودية على سينما 2. انا عاوزة 5 مليون. انت كده بتدعيني ابيعك واشتري نفسي احسن ما نخسر احنا الاثنين. مين دي يا مختار؟ انا فرحة. عارفة مختار. المهم عندك رجالة مضمونين ينفذوا لنا العملية. العار يوميا 3:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات، ويعاد في الاوقات التالية. رجعنا معكم اصدقائي المشاهدين، ودكتور داني تومر اختصاصي في امراض وجراحه الجلد ما زال بضيافتنا. نحن ما ريحنا اثناء البريك، انه بعدنا عم نحكي، واكيد في قصص كثيره عند السيدات والرجال حتى نقول، وحتى عند الصغار صار عندهم هاجس انه ما يبين الكبر، مع انه يمكن الواحد كل ما كبر كل ما بين النضج عليه كل ما كانت الخبره. هيدا حكي مبسوط. بس في شغله، يعني من الاشياء المهمه يلي الحكيم بده ينتبه لها،
انه يضل يخلي معالم الكبر هذا الشخص بس يكون في ترتيب ناتشورال. يعني هيدا هيدا الحلو هيدا اللي بيعطي ناتشورال. ما بيجوز ست عمره مثلا 70 سنه او رجال عمره 70 سنه ما عنده ولا تعبير او شخص عم يحكي وما عنده تعبير. بنشوف كثير على التلفزيون المسلسلات بتلاقي ناس انجع عم يقدروا يعبروا لانه بطل في بيضحك وبقى لا دكتور بكون الوجه كثير مثل البلاطه والايدين مثلا مبين العمر انه كله بده يكون عم ينعمل دي الدكتور قبل ما نتابع بالصور سؤال قديش مهمه صحه الجلد لحتى تغنينا عن البوتوكس والفيلر لانه في اشخاص ما بيحبوا يفوتوا بهالشيك بس بيحبوا يكون عندهم جلد منيحه كلها رونق كلها حياه هي كمان دليل جنات اهم أو دليل عامل نظارة. هو العامل الوراثي في ناس بيخلقوا بجلدة سميكة هيدا الجلدة بتكون ناعمة عندهم لأنه بضل وجههم عاطي أصغر من عمرهم. وطبعا الوقاية من الشمس هي ما فينا نكررها كفاية. الوقاية من الدخان الصحة المنيحة يلي الأكل الصحي الرياضة النوم مظبوط. طبعا ما في واحد يضغط على جسمه بشكل كتير قوي ويعرضه لكل شيء فيه توكسنز بعدين يستنظر انه جلده كتير منيحة. بس مثل ما قلتي وقت الجلدة تكون كتير منيحة ومحافظين عليها ناخد فور اكزامبل الناس يلي عايشين على طول جوا بأديرة او بالمكتب او بالبيت ما بيتعرضوا لشمس بتلاقي جلدتهم كتير احسن. طبعا الجلدة فيها يعني قد ما تكون جلدة منيحة اذا في نقص بالفوليوم اذا في تعابير كتير قوية يعني ما ممكن في ناس ما نقدر نستغني نعمل لهم هالعلاجات لنحسنهم. بس اكيد اول شغلة العين بتشوفها هي الجلدة اذا جلدة نضرة بتعطي صحة. طيب دكتور في فاكس وصل من دانيال من بيروت بتسألك السولاريوم عن جد مثل ما بخبروا عنه انه كتير بيأذي ولا مظلوم؟ السولاريوم هو كمية محددة من الاشعة اشعة الشمس معناتها اكيد بده يحفز الانصباغات بالجلد بده يسرع ترهل الجلد والخطيره تبع الجلد وفيه كمان بده يزيد مشكله سرطان الجلد. واليوم بالبلدان متقدمه للاسف يعني ما بنحكي عن حالنا بهالشيء صار في وورنينج يعني بتروحي على السولاريوم في وورنينج بيقول انه التعرض للسولاريوم مثل ما بيقولوا معد عن الدخان ممكن يزيد مشكله سرطان الجلد وترهل الجلد أكثر من الشمس الطبيعية يعني. إذا بتكرار وباستمرارية أكيد أكثر. نعم. وصلنا فاكس من دلال من بيروت بتحييك دكتور وعم تسألك شو عن الماسكات الطبيعية هي بتستعمل ماسك زلال البيض والعسل عم تسألك قال منيح للبشرة؟ في كثير أنواع يعني طبيعية بتحسن البشرة. زلال البيض بيقولوا لأنه فيه كثير بروتين طبعا الجلدة بتعوز بروتين. هلا قد ايه من هالبروتين عم يفوت على جلدي ما بعرف بس اكيد الزليل بيعمل مثل كوفرتير للجلدي والعسل نفس الشيء عم يغطي كل هالتضاريس ويعطيها هيك افيه مثل كانه كفر. اوكي احنا رح نكفي اكيد بنكفي بالصور. سالتيني قبل شوي راغده عن هالمنطقه الجو اذا بنشوف الصوره اللي بعدها كثير اوقات بعد هيدي الصوره اللي بعدها بنعبي هالانجل يعني اللي بين الدقن وبين اسفل الخد متى ما تعبى هيدا الانجل بنلاقي انه صار في مثل كانه صار ستريت لاين وراحت يا كوراريتني بقوع كل حال هيدا اي اكيد كثير اكيد. هلا بالصور اللي بعدها اذا ممكن بنشوف انه حتى المنخار يعني طبعا المنخار بده حكيم اي ان تي مثل ما قلت قبل يكون متخصص بالتجميل او يعني حسب خبرته للتصليح لانه المنخار طبعا هو للتنفس قبل ما يكون منظر يكون فونكسيونال. في كثير ناس بيروحوا بيعملوا منخارهم بيطلعوا بعدين انه تنفسهم صار كثير عاطل وبصير بيفوتوا بعمليه بعد ما يشتغلوا حتى الدينين يعني اذا مش بس التنفس بيأثر على دينين لبعض الناس يلي عندهم مشاكل بشكل المنخار بدون مشكله تنفس صار فينا نحسن لهم اياها بالفيلر يعني بدون ما بدل ما يروحوا يعملوا عمليه ويرجعوا يتكسروا ويزرقوا ويقعدوا بالبيت ويمكن تنجح العمليه يمكن ما تنجح صار فينا بابره فيلر الهايلورونيك اسيد او الهيدروكسي الابيتايت نحسن الشكل. كل شيء مثلا انعواج خفي مثل ما شفنا من شوي يعني انا هون نحط فيلر شوي على جنب المنخار ببطل مبين مطعوج وحتى لو كبر شوي المنخار بالفيلر يعني اذا هو منه مطعوج يبين اصغر ويبين احلى. بس نقول للناس اللي عم بيحضروا هلا هيدا بالفيلر ما عملية تجميل هون فيلر عم نحكي بشكل دقيقه او دقيقتين كميه كثير قليله كافيه لتحسن بس طبعا لا مش لكل الناس للناس اللي ما عندهم مشكله تنفس يلي عندهم مشكله شكل وحابين يحسنوها
بشكل مؤقت طبعا لانه هيدا بده يرجع ينعاد كل 9 اشهر او سنه لانه في تحسين سلايتلي ينعمل. بتعرف جراحه تجميليه مرات بتكون بيصغر اكثر من لازم ما يصغر فبيجي كل الجراحه ما فينا نسيطر على كل شيء اكزاكتلي. نحن رح هلا اذا بنشوف صور اللي بعدها عم نحكي كنا على راديو فريكونسي. اليوم الراديو فريكونسي من اهم الاشياء لنشد الجلد. في الترا ساوند، في غير اجهزه، بس اليوم تبين بعد ما صار في دراسات لكل الاشياء كل الاجهزه طلعت الراديو فريكونسي هي الاهم. بتساعد للترهل، بتساعد مشاكل السليليت مثل ما عم نشوف بجلسات منا كثيره، يعني كل الناس بتعمل ال بي جي وبتعرف ال بي جي، ال بي جي علاجها كثير مهم ومعروف وباقي بس واحد بده يستمر فيه. اليوم في الاجهزه الجديده اللي عم تقدر تغير نوعيه الجلد وتشدها حتى نقدر نحسن عن بوقت اقل بجلسات اقل، طبعا اغلى من غيرها لانه مكانات غاليه في عليها. طيب بهالحاله دكتور بيفور اند افتر قديش اخذت وقت توصلنا لهالاجهزه؟ بهالحاله 5 جلسات. في ناس بيعوزوا 7، في ناس بيعوزوا 8، في ناس اسم الله عليهم بثلاث جلسات بتلاقيهم كثير استحسنوا. بتنعمل باي وقت، هلا اغلب الناس تتحمس عليهم هول هلا بهالوقت. طيب الترهل من بعده الترهل الجلدي من ورا بعد عمليات الليبو الفيشلي له حل بواسطه هالمكنه دكتور؟ ايه لانه اذا في ترهل من للجلد فينا نشد الجلد بهالاجهزه، بس في كثير اوقات وقت تكون عمليه مش ناجحه باللايبو بيكون لانه اتاخذ كثير من الدهن ممكن يرجع يتعبى الدهن بهالمحلات يتعبى الدهن بيرجع بينشال دهن من غير محلات وبنحط بالمحلات. حضرتك بتقوم بالموضوع يعني كمان طبيب الجلد ممكن يعمل لايبو سكشن بمحل في اختصاص في اطباء جلد هو اسمه جراحه جلديه. اوكي. عاده بامريكا هالاختصاص، بس بيوروب عم يصير في منه كمان يلي هو من ضمن هالاختصاص يكون في لايبو سكشن. والمكنه اللي شفناها منا كثير اجريسيف يعني هي ابدا، هي علاج خارجي بدون وجع بس حراره بتحسي تحت ال اوكي. والى مينتننس دكتور؟ الى مينتننس العمليه كل شيء. خلينا نتابع بالوقت المتبقي، عندنا 3 دقائق. عندنا 3 دقائق، كنت حابب احكي على النكست سلايد على طريقه جديده للذوب الدهون. اوكي خلينا ننتقل عليها. بنبرد يعني مثل ابليكيتر بينحط الكول ستارتنج بينحط على مش طبعا مش كل الجسم ممكن نعالجه، المناطق اللي في بورلي او بلجس يلي ممكن نقدر نلقطها يلي هي عاده البطن الجنين الايدين او الصدر عند الرجل. خليني مرق هون شغله قريتها انه خاصه فيما يخص انه لما بدك تذوب صحن ويضل الصحن بقلب الجسم قال بيوروب انه طلعوا هيدا السؤال انطرح من زمان وتبين انه يعني ما بيتطبق على اغلب هالتقنيات. طبعا في تقنيات وقت انت عم تشفطي الشحم وتخليه بارضه، عم تشفطيه وتروحيه وتخليه بارضه، ممكن يكون في علامه استفهام انه شو بده يصير لهالشحم يلي داب بوقته. بس هالاجهزه مثل هالعلاج او غيره، اذا بنشوف السلايد الثاني الخلايا عم تموت كثير على مهله. والاميون سيستم تبع الجسم الخلايا الدفاع عم تيجي تاخذ هالخلايا الميته تبع الدهن وتشيلها على مهلها بامانه وبسلام. وفي دراسات كثير عديده لتفرجي انه لا عم يطلع طول كوليسترول ولا تريجليسيريد ولا الكبد عم يتاثر. علاجات امنه هيدي لانه هيدا مثل هالعلاج مثلا عنده الاف اي ابروفل معتمد صار له سنه ونص سنتين صار في ركيل عليه، ما انه شيء جديد هلا نحن موجود بلبنان عم نجرب. ومثل ما الرجل كمان الرجل خاصه لمنطقه الخصر هذه منطقه كثير صعب تروح وقت الواحد يصير عنده كثير صعب يروحها بالرياضه وبال هيدي شو بين اللايبو وشي يعني وين بتتحدد هيدي؟ يعني بالاجمال بتذوب بين ال 20 وال 40% بجلسه وحده وبشكل يعني مش كانه عملتي لايبو. طبعا الناس اللي عندهم كثير بدهم اكثر من جلسه والناس يعني كثير والشعر طبيعي مرهن. من شعراتهم يعني بكثير ولا كيف؟ بالهيدا عم تقصد ايه زرع الشعر؟ بعد عنا وقت فينا نحكي يمكن بسرعه على زرع الشعر. طبعا من شعر الانسان لانه الشعر الاصطناعي غير محفز لانه بيعمل الرجي وبيعمل ريجكشن وبيعمل التهابات كثير مهمه. اوكي. في كثير له ترويج بس منه ابدا مضمون. الانسان بس ناخذ له شعر من اثر شعره عاده، وفي ناس بيكون عندهم خفه شعر كثير قويه هون بتكون شعرهم كثير طويل. طبعا الاسسمنت الطبي كثير مهم تنعرف شو السبب، هل هو وراثي؟ هل هو وراثي مع مشكله هرمونيه؟ نعم. هل هو في علاجات لازم تنعمل يعني حتى ناخذ نتائج؟ على كل الاحوال دكتور داني نحن بنعرف انه كثير اشياء حكيناها بوقت قصير، بنوعد المشاهدين بلقاء اخر
ويمكن نستفيد اكتر بكل موضوع. بنشكر وجودك معنا. ميرسي لكم اكتر من قيم. ميرسي لك دكتور. اكيد للي بهمه ارقامك الخاصه بيتصل فينا تحت الهواء بياخذ كل المعلومات. بكره انا وليليان بلاقيكم مشاهدين.